حنا يعني خرج السكن في الاخر كيجيو هاد عطينا حقوقنا عطيونا حقوقنا هاد الناس راه هما خاصهم حقوقهم. اليوم انت البارح كما شفتوا اليوم سدوا صباح سد لينا حنايا وخلونا دابا حنا قال الناس هذوما يتشردوا على برا كلهم انت كما كتشوف هاو انسان ما عنده ما ياكل ما يشرب لا اله الا الله محمد رسول الله واش انسان كيخدم كيتخلص بسيمانتو اذا فين غادي يولي هذا الانسان هذا باش غادي ياكل باش غيشرب يلا يلا واش غيعطي لوليداتو اشنو غيدير مع وليداتو حتى هما راه خاصهم ما ياكلوا ما يشربوا وقتها راه ما خاصو غير التعويضات ديالو حنا بغينا غير تعويضاتنا حنا ما كاع ما عندنا شي عكس على شي ولا شي مساله غير على القانون حنا عندنا 71 واحد 71 خدام اللي كاينه كاين من ضمنهم يعني 71 غلا ضربتها غير في ثلاثه راه 210 ديال الناس اللي غادي موقفين هنايا اذا حنا اش غادي نديروا اخويا واش نمشيو دابا للشارع نمشيو للشارع دابا احنا دابا في الشارع يلا احنا دابا في الشارع احنا ما عندنا دابا حتى شي حق حنا كنطلبوا من سيدنا يشوف محلنا ويشوف من حال هاد الخدام هادو كاملين هادو راه الناس راه مضره بزاف ضرينا بزاف حنا راه مضرين بزاف بغينا هاد التعويضات ديالنا عندنا مسؤوليه كيفاش غنديروا مع عندنا باش نديروا باقي ما نعرفوا ما نديروا دابا احنا من غدا احنا صابحين جالسين كيفاش شكون اللي غادي يمشي عندك شكون اللي غادي يعرفك وشكون اللي غادي يقبل عليك لا في الزنقه لا والو وريقات ما عندنا ما عارفينش هاد الوريقات حنا ما طالعينش على هادشي دابا احنا ما عارفينش فين غنمشي نجيو نعرفوا راسنا فين غنمشي ونجيو ولا لا سينيسيس ولا عارف دابا عارف والو كان خدامين مع الناس دخلنا صغار بقينا هنا حتى كبرنا شرفنا حنا دابا غنخرجوا للزنقه ما عرفنا راسنا من رجلينا واش نكذبوا على الله انا ما نكذبوش رسالتي لمحمد السادس اشوف من حالنا حنا راه ضعنا هنايا غنبقاو في الزنقه مشردين وعندنا وليدات والمسؤوليه وبزاف ديال الحاجات العمر كل عايش بنادم كبر واش غنخرجوا نتباتوا دابا في الزنقه نبقاو جالسين ما يمكنش وغنمشي نمشي للجهه العباد الله كشوان اليوم اللي عطاك واحد يساعدك غدا ما يقدرش يساعدك ما يمكنش راه هادي اللي كاين 20 عام وحنا هنا وعندنا تريت عندنا وليده تمراض ما شنو بغات تقبلنا في خدمه بقات لينا 3 سنين شكون غادي يقبلني في خدمه والو هذا الشيء اللي كاين اخويا الله يجعل ربي ويدير لنا شي تاويل تاع الخير وصافي الله ياخذ الحق الله ياخذ الحق الله ياخذ الحق احنا جايين على اساس باش نخدموا لقينا جاو سدوا لينا بين عشيه وضحاها ما فهمنا والو والله العظيم هما دابا شحال ديال العائلات 71 خدام انا واحد منهم انا ضارب دابا 31 سنه وانا في هذا القطاع هذا ما عوضونا ما داروا لنا والو جاو سدوا وخلاونا في الزنقه ما عرفناش اش من اتجاه غنشدوا دابا لا حول ولا قوه الا بالله والمحال كيقول لك انا داعم في المحكمه انا مشيت هنا ما شفنا والو حنا دابا خارجين على برا واقفين كلنا كنتسناو شي واحد كنطلبوا من صاحب الجلاله الله ينصروا لينا والله يخليه لينا يشوف من حالنا ويشوف من هاد العائلات هادو اما كلهم الناس عندهم التزامات عندهم طريطات عندهم عائلات ما فهمتش فين غيمشيو هاد الناس هادو فين غادي يمشيو سرقوا فين غيمشيو يمشيو يطلبوا يمشيو والله كنطلبوا من جميع السلطات وجميع الجهات تشوف من هاد الطبقه هادي راه لا اله الا الله محمد رسول الله حنا كنا خدامين عادي حتى حنا كنتفاجئوا بان حنا محكوم عندنا بالافراغ جاو عندنا ثلاثه المرات المره الاولانيه قدرنا نتواصلوا معهم باش يعطونا مهله وجاو مره الثانيه نفس الحاجه مره الثالثه راك شي جاو عندنا جابوا القوات وما خلونا كيفاش نهضروا معهم كنا خدامين عادي حتى تفاجئنا بالافراغ من تقريبا من 2014 وحنا عندنا مشاكل مع الشركه حيت اللي تبناش قال ولا حاكمين هنا بالافراغ حنا اخويا حنا راه 71 واحد عندنا حنا بالنسبه للمطعم و30 واحد اخر في اوستريه يعني 101 هاد الناس كاملين الا مشات تشردنا منين غادي نلقاو القوت ديالنا يعني ما كتشوف شي قرارات كيتاخذوا بشكل كنطالبوا من سيدنا يشوف من حالنا ويشوف من حال هاد الناس كاملين حيت راه ما كاينش منين غادي فين غادي يلقاو شي خدمه اخرى في هاد الوقيته بالذات والحاجه الا ما الخدمه دابا في هاد الوقيته صعيب تلقاها
وإلا ما كنتيش خدام راه ما كاين لا يقل عليك لا مول الكرة لا الضوء والماء. وحاجة أخرى، الأغلبية ديال الناس عندنا حنا عندهم كريديات، إلا مشيت تسدتنا هاد الخدمة يعني غادي يكون عندهم مشاكل مع هذوك الناس اللي كيحتاج حتى حد ما يعقل على الاخر في هذه الظرفيه. وسمح لي اخويا، المشغل ديالكم شنو دار معكم؟ هو المشغل ديالنا دابا راه هو المشغل ديال المطعم ديال الاسري، راه هما في المحكمه باقيين كيجروا في هذا الدوسي، لعل وعسى يلقاو شي حل، حيت راه كلشي تغفل في الظرفيه.